الجزائر تودع ابنها البار أي تحمد في إلى مثواه الأخير في جنازة شعبية مهيبة. استقبال شعبي ورسمي كبير يحظى به جثمان الراحل أيت أحمد عقب وصوله من سويسرا. تغطية إعلامية وطنية ودولية كبيرة لوفاة وجنازة الراحل أيت أحمد. وثورنا نفجر نارا ونورا ونصنع من صلبنا الثائرين. إشي هوانتي غزي فضائيا إشي هوانتي ليل أزكاتي لتفاث. مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه النشرة الخاصة بمراسم تشييع جنازة زعيم الراحل حسين أيت أحمد. وبداية ودعت الجزائر اليوم المجاهد الرمز حسين أيت أحمد بعد مرور 10 أيام من رحيلها، والذي وري الثرى ظهر اليوم بمسقط رأسه قرية أيت أحمد بعين الحمام بتيزي وزو. وكنتم قد تابعتم تغطية مباشرة على قناة دزاير نيوز ودزاير تي في لمراسم تشييع الجنازة، وشاهدتم حشود المواطنين التي حضرت الجنازة. مواطنون جاءوا بالآلاف من مختلف ولايات الوطن للمشاركة في تشييع جثمان هذا المناضل الكبير الذي سيظل راسخا في أذهان الجزائريين، وهو الذي أفنى حياته في خدمة الوطن والنضال من أجل الحرية والديمقراطية. إذن مشاهدينا، والآن نترككم مع هذه الصور التي تظهر جانبا من مراسم تشييع المجاهد والسياسي المخضرم حسين أيت أحمد. أتمغل ليميني طوينس، أتمغل فاميليس، سيكي تشكيل في اللاون بالليل، أتيدي فريمون فريمون ساج. فريمون دينا الحاجة اللي ظن، جو لونسي أن أبيل، كل الغاشي تصبوا داك السار، لعنين وتصبوا ثرا، أخطر كلش فاس باسي داكين. دونك إلا قاتصرم بالليل، أساكيني الجماعة، داكات زاندون، الجماعة نسقسات يظلي ماس بويزرين تان بروفيسور إلا كن زبالا نزاد أما كن زالا ندي مكا تادير نكون لي زال بونكانيس بور إيفيتي لي موفمون بور إيفيتي المسغلين الغاشية. مي تفوك الجماعة تخفيفات ومن بعد صلاة الجنازة داغني صلاة الجنازة كلهم بونكانيس. مي تفوك صلاة الجنازة هذه غير الفاتحة للشيخ لنا، مي فوك الفاتحة هذه لهنا، أنا رفد المرحوم، أنا صمت العقل، أون فوا دو بلوس، يعني لو أنت خاطيو بالذكر، أنا من صاد السمكان، هذه غير كنيس، أما كي قال الكواليس، الرحمة، 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 وأعطيكم الصحة بور فوتر كومبريونسيون. ترحموا على السي الحسين رحمه الله، هو شخصية وطنية فريد من نوعه، لأن شخصية مثل أيت أحمد
نضل قبل الثورة، ثم نضل في الثورة، ونضل بعد الثورة، لهذا يعتبر فريد من نوعه. سي الحسين يوساد غورنغ نصارح بيس، نختاري خاطر زنسيز لو بير لا ديموكراسي نتمورتيه، الجيري. زنتا يتمثل لي ليبرتي انديفيديوال اي كوليكتيف نتمورتيه. بالرئيس نغاية حمد الله يرحمه ربي يرحم الامام محمد. هكا رحمه ربي على فاس. نام هاني ان ياسي الحسين الجزائر تحيا والجزائر تنيا رفاس ورويس. الجزائر حرة مستقلة. الحسين نايت حمد الجزي إلا نسعى القمة ويزميري وندي على القمة يسمى النظرة شهر ونتكرى تاريخيس. ويزاك المجاهدين تبع السياسة ينص ويزاك خاطئ ولكن لو كان نعلم الوقت اللي نكون بدس نعلم كل المواقف في شكلان إلا يلقى يونس في خلف. بهذه الذكرى الأليمة نعزي أخينا أيت حمد اللي يعتبر من أعمدة الشهداء الثورة الجزائرية ومن مؤسسيها وننعيه وحيا وننعيه وهو ميتا. إنه رمز من رموز الثورة الجزائرية ومن مفجري الثورة الجزائرية. حقيقة وفاته كانت يعني بالنسبة للجزائر يعني حقيقة هو شخص اللي كان يعني مؤسسين الثورة ومؤسسين الدولة الجزائرية وفقدته، ولكن الحمد لله ترك وراءه أجيال ستواصل المسيرة، ستواصل نضاله الثوري. ويعتبر حسين إيتا أحمد مدرسة، كاتب ثوري مناضل، وأتمنى له الرحمة. إلى ذلك، وقبل تشييع الراحل الرمز إلى مثواه الأخير، كانت قد أقيمت صلاة الجمعة والجنازة على روحه الطاهرة بحضور الآلاف من المواطنين الذين أبوا إلا أن يحضروا مراسم التشييع ليلقوا النظرة الأخيرة عليها. كما ألقى الإمام كلمة في حق هذا الرجل العظيم، سلط فيها الضوء على خصال الراحل الحميدة ووطنيته العالية ومواقفه السياسية التي طالما نادت من أجل جزائر حرة ومستقلة. هذا يوم من أيام الجزائر، هذا يوم مشهود حيث ودعت الجزائر فقيدها سي حسين إيتا أحمد، ودعت قائدا من قادتها الكبار، ودعت عظيما من عظمائها الذين كانوا يحملون حب الجزائر في قلوبهم. كان سي حسين إيتا أحمد رحمه الله. هذا وتحولت جنازة الراحل أيت أحمد بمسقط رأسه بأيت أحمد إلى ملحمة تاريخية تليق بمقام المجاهد الرمز، حيث تدفع الآلاف من المشيعين ومنذ الليلة التي سبقت مراسيم تشييعه إلى قريته بأعالي جرجرة ليحظى الفقيد بجنازة مهيبة. رحل الدلح الصين، رحل ونار التوقير والإجلال الذي يستحقه. رحل وفي رحيله بعث في نفوس الجزائريين معنى الانتماء إلى أرض طاهرة اسمها الجزائر. رحل وفي جنازته قدم الدرس الأسمى والأغلى، مهما كان الظلم وحيف الزمن إلا أن التاريخ لا يمكنه إلا أن ينصف العظماء. وفي جنازة الدلح الصين تجلت معاني عظمة رموز الجزائر. العظماء يرحلون، وهم يرحلون يطوون صفحة الجسد ويفتحون كتاب الخلود. رحل أيت أحمد في يوم مشهود، يوم من أيام الجزائر، أرادها جنازة شعبية، فكان الشعب الجزائري على بكرة أبيه في توديعه. في القرية الصغيرة بأعالي جرجرة الشامخة حضر مئات الألاف من حالفه الحظ في الوصول إلى الأرض التي أنجبت الراحل الكبير. لكن ملايين الجزائريين تابعوا عبر الشاشات وفي قلوبهم وجل وفخر وحزن.
جنازة مهيبة تليق برمز وقامة شامخة من قامة هذا الوطن الذي قدم للعرب والمسلمين وللإنسانية جمعاء ملحمة اسمها ثورة نوفمبر، كان دا الحسين أحد أبطالها. جزائريون من كل مداشر وقرى الوطن على مختلف انتماءاتهم ومراكزهم، ساسة وأكاديميون وفنانون ومثقفون وأناس بسطاء حملهم حبهم للزعيم الراحل لتحمل عناء التنقل إلى المقبرة التي شهدت دفن جسد أيت أحمد الطاهر في قرية الدالحسين. ازدانت الجبال بروح وطنية فياضة، تحولت جنازة أيت أحمد إلى ملحمة جديدة في تاريخ الجزائر. وبرغم الحزن على فراق على الزعيم أيت أحمد، إلا أن موجة من الفخر كانت على محيا كل من حضر. هذا يوم مشهود يحترم روحه الطاهرة، حفظكم الله. إذن هذه هي الشخصية التي صنعت استقلال الجزائر، حضت اليوم بجنازة تاريخية حضرها الآلاف من المواطنين الذين توافدوا من مختلف ربوع الوطن، كما سجلت شخصيات سياسية ووطنية هامة في الدولة حضورها لمراسم تشييعه، وفي مقدمتها الوزير الأول عبد الملك سلال وزعماء أحزاب سياسية بمختلف أطيافها وحتى عدد من أفراد السلك الدبلوماسي. في آخر يوم من السنة كان إلقاء النظرة الأخيرة على الراحل حسين أيت أحمد المجاهد والمناضل الذي وصل جثمانه عشية أمس إلى أرض الجزائر عائدا من منفاه الإختياري، وسط استقبال رسمي حضره الطاقم الحكومي الجزائري والسلك الدبلوماسي في البلاد لتوديع رجل ذكره التاريخ في حياته وسيذكره بعد مماته. وقفت له الشخصيات في الحياة وفي الممات. رحم الله الفقيد هذا المجاهد الكبير الذي مثل رمزا من رموز الثورة ضد الاستعمار، كما هو رمز للديمقراطية وللتحرر وللتعددية. جيلنا في الخمسينات نشأ على الإعجاب الكبير والاقتداء بهذا الرمز الكبير إلى جانب أحمد بن بلة رحم الله الفقيد، فلقد عاش مناضلا مجاهدا من أجل التحرر من الاستعمار ومن أجل التحرر من الدكتاتورية. الراحل وبعيدا عن السياسة كان شعبيا وسط الجميع، فأراد كل من سار على خطاه أن ينتظر وصوله ولو كان ذلك بعد الممات. فقد جاءوا وبالمئات أمام القاعة الشرفية للمطار الدولي هواري بومتين، ورغم التشديدات الأمنية التي كانت هناك إلا أنهم أصروا على توديع الراحل. Nous sommes ici pour accueillir la dépouille de Sidi Hussein qui nous a manqué énormément. Ça fait des années qu'on l'a pas revu chez nous. Il est venu, c'est un homme que les Algériens doivent connaître encore davantage. C'est un homme politique qui a servi d'abord la révolution algérienne, qui a servi d'abord son pays dès le départ, dès son jeune âge. كوساد عين حمام ثدرث سي لا ريجيون د حسين أيت أحمد ياسنين كرحم ربي مي كسقي في غادي السقي مدنو سا لا بومبيير فوا نسد واحد كيما واحد 15 يدنا ديجا ذا سيرفيس سيكيورتي عرنا ذاق فرقا نسد ذاقين وكنا نستقبل الجثه د الحسين في لاس سمح ربي وذا حسن ربي سوا في مولانيس وذا كويتي السنن نوحد المناضل الحسين أيت أحمد إذا مجاهد يخدم في الجيري كامل، يعني سمير قبض العفو ربي قلع نصدر غرس، هذا التواليم، التواليم هو كيقرا الديث هو كيقرا الحبسس، أهلا أنت يزعرف كلش. عاش زعيما ومات زعيما، وكان له ما يريد أن يدفن بأرض الجزائر وسط عائلته، وأن تشيع جنازته وسط أجواء تاريخية تاريخه هو من صنعها. يذكر أن جثمان الراحل كان قد نقل في موكب جنائزي رسمي من مقر حزب جبهة القوى الاشتراكية إلى قريته أيت أحمد بتيزي وزو على الساعة 7 من صباح اليوم، وسط أجواء من الحزن والأسى على رحيل زعيم الأفافاس وبحضور مناضلي الحزب ومئات المواطنين لتوديعه.
الساعة تشير إلى الخامسة صباحا ومقر جبهة القوى الاشتراكية يعج بحركة المعزي. هي آخر لحظات لفقيد الجزائر المناضل حسين أيت أحمد بمقر حزبه الأففاس، قبل أن يتم حمل جثمان الرجل وسط هتافات وزغاريد النسوة. الجميع حضر ليرافق الدى الحسين إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه قرية أيت أحمد كما أوصى الرجل. في موكب جنائزي شيعت جثمان الزعيم أيت أحمد ليودع العاصمة ويودعه الشعب، متذكرين بكل فخر مواقف ومحطات أسد من أسود هذا الوطن. فوداعا يا أيت أحمد، وداعا يا ابن الجزائر. هذا وألقيت الثلاثاء الماضي بمقبرة مونتوا بمدينة لوزان السويسرية النظرة الأخيرة على جثمان المجاهد الرمز حسين أيت أحمد، وحضر المراسم التي أقيمت بمركز الدفن للمقبرة رفقاء الراحل ومحبيه من الجالية الجزائرية المقيمة بسويسرا، بالإضافة إلى شخصيات دولية من بينهم ممثل مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. على الضفاف الشرقية لبحيرة جنيف الشهيرة تتاخم مدينة لوزان الماء، مدينة تعج بلغة المال والأعمال دون أن يفقدها ذلك بريقها من الرونق المعماري والفخامة السويسرية، مستقطبة أكثر الشخصيات تأثيرا ونفوذا في العالم على جميع الأصعدة. ورغم السرية التي فضلت عائلة الفقيد أن تحيط بها حياة الرجل في المهجر مثل مراسيم إلقاء النظرة الأخيرة عليه هنا، إلا أن تقفي أثر أيقونة النضال في المهجر لم تكن بالقدر العسير، فكل شبر من هذه المدينة تنطق حكاية منضل الجزائر والاعتراف بجماله أو مواقفه على لسان الجار قبل الرفيق والقريب. Il avait des capacités d'analyse politique, des convictions fortes qui étaient celles de la du nationalisme mais aussi de la démocratie, la solidarité internationale. Et pendant certains épisodes de sa vie, il a joué un rôle de diplomate officieux pour le mouvement national algérien, pour le FLN. Et ce qu'on peut constater, c'est que les diplomates étrangers étaient impressionnés par sa force de conviction, par ses capacités linguistiques, politiques et diplomatiques. Je pense que l'histoire retiendra de lui cet homme à la pensée très, très éclairée et à la conviction solide qui n'accepte pas les concessions. ني لي مانوفر او بيا لي مارشانداج. بين أزقة هذا المكان بأعالي هضبة لوزان السويسرية قضى حسين أيت أحمد 40 سنة من حياته، لرجل آمن أن حب الوطن ليس مرهونا بمناصب سياسية أو مواقف موسمية، بل هو مبادئ أبدية بشعلة ثورية لآخر رمق. المنفى الاختياري للرجل الرمز لم يبعده عن هم الوطن، بل زادته تعلقا بوجعه وأحزانه وحتى أفراحه. Il était à Lausanne et aussi en Algérie. Il était le mieux informé, il était mieux informé de ce qui se passait en Algérie que les Algériens lui-même. Donc c'était un poste d'observation en fait, politique, qui s'est enrichi de l'expérience suisse. Parce que la Suisse est une démocratie, une vraie démocratie. Participative avec des institutions qui partent de la base au sommet, l'importance de la commune, du canton et du conseil fédéral. Et il s'est beaucoup intéressé au système politique suisse, bien sûr. Et son regard était directement toujours orienté sur l'Algérie et ses préoccupations également. Et chaque fois qu'il pouvait prendre du temps pour réfléchir et donner des impulsions aux militants de son parti, le Front des Forces Socialistes, il le faisait. Et il était toujours en Algérie en réalité, même si vivant à Lausanne, il était en Algérie.
وتمشيا مع أهمية الحدث، خصصت قناة الجزائر نيوز يومين مفتوحين لتحليل شخصية الراحل ومرافقة مراسيم دفنها، وعلى مدار يومين كاملين خصصت القناة فترات مباشرة لتغطية الحدث باستضافة محللين وإعلاميين وحتى دبلوماسيين أجانب. توفى أمس بلوزان السويسري المجاهد حسين إيد أحمد، أحد قادة الثورة الجزائرية. أجواء من الحزن تخيم على المقر. التوافد ما زال مستمر، الآن الساعة تشير إلى 5 مساء، يعني مجموعة من الشخصيات وصلت من أجل تقديم واجب العزاء. ستتم مراسيم الدفن يوم الجمعة 1 جانفي 2016 في مسقط رأسه من أمام مقر حزب جبهة القوى الاشتراكية. تفاصيل أكثر يحضر معنا المكلف بالإعلام على مستوى حزب جبهة القوى الاشتراكية. هكذا ودعت لوزان السويسرية ومعها العالم حسين أيت أحمد في منفاه الاختياري. خصصت قناة الجزائر نيوز يوما مفتوحا لتحليل شخصية الراحل. الآن يعني في محطة الطائرة الإجراءات والتحضيرات على قدم وساق. أعلام منكسة تستعد ولاية الجزائر العاصمة لاستقبال جثمان المناضل السياسي والتاريخي الراحل حسين أيت أحمد. هنا الحشود التي ترونها خارج المقر هي أكثر بكثير من تلك التي هي داخل المقر لإلقاء النظرة الأخيرة. جثمان فقيد الجزائر الدا حسين سينقل بعد لحظات إلى مسقط رأسه. رحيل حسين أيت أحمد أبرز الشخصيات الوطنية التي قدمت الكثير للجزائر إبان الثورة التحريرية وبعدها، لا يمكن أن يمر مرور الكرام. فقناة جزائر نيوز برمجت يوما مفتوحا لتغطية كل تفاصيل الحدث، فالدال حسين كان وسيظل رمزا لكل الجزائريين. فقدان زعيم بحجم أيت أحمد ليس يعني شيء بسيط بالنسبة للشعب الجزائري ككل، وإحنا واجب على قناة الجزائر نيوز وعلى كل الإعلاميين أنهم يواكبوا هذا الحدث الهام. منذ وفاة الراحل حسين أيت أحمد والكل مجند هنا لمرافقة هذا اليوم المفتوح على حياة الرجل. تحديدا لهذا اليوم قمنا بإعداد كم هائل من الروبوتاجات على قدم وساق، الصحفيين، الإدارة، كامل واقفين. قد الحسين يستحق المزيد من العطاء وكل ما نفعله قليل. كم تصعب الكلمات لإيجاد يعني رد الجميل لحسين أيت أحمد. لا يمكن أن نفوت مثل هذا الحدث الوطني وأن لا نقول كلمة، على الأقل كلمة بسيطة في حق هذا الرجل، هي بالنسبة لنا واجبا وطنيا وواجبا تاريخيا وواجبا إعلاميا. أقل شيء يمكن أن نقوله كلمة حق عن طريق الضيوف الذين شرفونا في قناة الجزائر نيوز، جاءوا من كل صدب ومن كل نقطة من هذا البلد الحبيب. مبادرة الجزائر نيوز الفريدة من نوعها والتي خصصت فضاء لتسليط الضوء على مسار البطل المجاهد والمناضل حسين أيت أحمد لاقت استحسان عدة شخصيات وطنية أبت إلا أن تحضر وتشارك القناة من خلال تقديم شهاداتها في حق الرجل المناضل. أكيد أن مثل هذه المبادرة تعرف كل الأجيال والآخرين أيضا بأن الجزائر لم تنجب فقط رجلا بحجم دال حسين ولكنها أنجبت رجلا ببعد عالمي. هذه المبادرة لا شك أنها سوف تلقى ارتياحا كبيرا لدى أبناء الجزائر وسوف تواكب جزءا مما كان قد تقطع في التاريخ بين الاستقلال 62 ووفاته سنة 2015. قناة الجزائر نيوز كقناة يعني احترافية، قناة لها جمهورها، لها مصداقيتها، لا أشك في أنها تخصص فضاء كهكذا لشخصية فذة مثل الراحل أيت أحمد. مهما فعلنا ومهما قلنا لن نوفي حسين أيت أحمد حقه، فهو رمز الكفاح والنضال ومثال التضحية والعطاء. فرغم رحيلك الدال حسين إلا أنك ستبقى راسخا في قلوب كل الجزائريين وإلى الأبد. Thank you.
من جانبها وقفت وسائل الإعلام العربية وحتى الأجنبية عند الحدث وخصصت حيزا كبيرا لوفاة دالحسين في مواعيدها الإخبارية وتابعت باهتمام مراسم دفن الراحل. لرحيله اهتزت الجزائر وذرفت الدموع من شتى ربوعها، وبعد رحيل رمز الجهاد والنضال الوطني وصاحب الكلمة الحرة التي طالما دافع بها عن قضايا الشعوب والأمة، سارعت الشخصيات السياسية التي واكبت مسيرة الرجل لتقديم التعازي إلى الجزائر حكومة وشعبا. الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ومن تونس توجه ببرقية تعزية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة إثر وفاة المجاهد حسين أيت أحمد، واصفا إياه بأبرز رموز النضال الجزائري من أجل التحرر والاستقلال، بينما أبى زعيم حزب حركة النهضة الإسلامية التونسية إلا الحضور لمشاركة مناضلي حزب جبهة القوى الاشتراكية وكل المتعاطفين مع دالحسين حزنهم على فقدان هذا الرمز. رحم الله الفقيد هذا المجاهد الكبير الذي مثل رمزا من رموز الثورة ضد الاستعمار، كما هو رمز للديمقراطية وللتحرر وللتعددية. جيلنا في الخمسينات نشأ على الإعجاب الكبير والاقتداء بهذا الرمز الكبير إلى جانب أحمد بن بلة رحم الله الفقيد، فلقد عاش مناضلا مجاهدا من أجل التحرر من الاستعمار ومن أجل التحرر من الدكتاتورية. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند هو الآخر عبر عن حزنه لرحيل دالحسين قائلاً: فقدت الجزائر أحد أبرز الوجوه التاريخية وأحد صناع استقلالها وطرفاً فاعلاً وملتزماً في الحياة السياسية. الموقف ذاته صدر عن الرئيس الموريتاني السابق محمد خونة ولد هيدالة والعاهل المغربي اللذان عزيا أسرة الفقيد بوفاة من وصفوه بالمناضل الكبير والوطني الغيور. أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري وفاة زعيمه وأحد قادة الثورة الجزائرية حسين أيت أحمد عن عمره. حدث رحيل دالحسين استقطب العديد من القنوات التلفزيونية الأجنبية التي خصصت فضاءات من بثها للحديث عن خصال الرجل ومسيرته الطويلة في تاريخ الجزائر النضالي والسياسي، فرحم الله الفقيد وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنته. أيت أحمد حسين، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم تقبله عندك. وثرنا نفجر نارا ونورا ونصنع من صلبنا الثائرين. إيش يهوى أنت في فضائية؟ إيش يهوى أنت ليه؟ أزكتي لتفاس. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه. شكرا على المتابعة مشاهدينا وإلى اللقاء.